النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آيتين في ليلة، آخر سورة البقرة فيها آيتين، قال من قرأها كفتاه. الله أكبر. تكفيني من إيش؟ قال بعض أهل العلم التوسع العظمة هذا الكلام، قال كفته من قيام الليل، بل تكفيه من حسد الحاسدين، الله، وحقد الحاقدين، وتسلط الشياطين، وكيد السحرة الأشرار العابثين الذين لا يريدون أن تكون هذه البيوت آمنة. فكم من بيوت بيت صدعوه، وكم من امرأة طلقوها. هذه الآيتين في كتاب الله لا يضرك بإذن الله معها، كفتك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. فإذا قرأت هذه الآيتين، هذه يعني مسألتين بسيطة، آية الكرسي والآية الطيبة. Thank you.